اسمحوا لي ارحب بضيفي بالاستوديو نقيب اصحاب المدارس الخاصه الاستاذ منذر الصوراني. اهلا وسهلا فيك اخي منذر. اهلا استاذ، يا مرحبا. كل عام وانت بخير. اهلا وسهلا. احنا من العام للعام بنشوفك ها يعني بدايه اكثر من لقاء يعني بوسطه. يا اهلا وسهلا فيك. بتشرف فيك يا سيدي. الله يحييك. هلا استاذ سيدي. يعني وردتني رسائل كثيره اخي منذر، وفي من يومين نزل مقال لاحد الأخوة إنه في يعني وصلت مرحلة في بعض الأولياء الأمور وقفوا أمام بعض الجامعات واعتصموا. ما هي المبررات إنه أنا ومدارسنا الحمد لله مدارس الخاصة سمعتها طيبة في بلدنا، وإحنا ما بدنا نسيء، بالعكس إحنا نعزز مدارسنا الخاصة مستواها عالي ومنشد على معلمين اللي في المدارس الخاصة، بس إذا بدنا نجاوب الأهالي ونقول لهم المدرسة إكس رفعت رسومها، المدرسة واي ما رفعت رسومها، المدرسة ديك رفعت 35% من رسومها، كيف بدي أفسر هذا اللي بيصير للناس حقيقة؟ يعني التفسير واضح، يعني رفع الدعم عن المحروقات يعني حقيقة رتب كلف على المدارس الخاصة، رتب كلف وحقيقة كلف كبيرة يعني وتأثرت فيها المدارس الخاصة الكبيرة وليس الصغيرة. الصغيرة تأثرت لكن ليس بالنسبة اللي هي موجودة في المدارس الكبيرة، كونها يعني تملك وسائط نقل متعددة. قديش مدارس خاصة عندنا أستاذ؟ حوالي ما يعادل في المملكة حوالي يعني قربنا الألف. ألف مدرسة في المملكة، وعندنا الوسائط النقل الموجودة لدى المدارس الخاصة حوالي 11,000 حافلة نقل، وهي حافلات لها كلف مالية باهظة. يعني إذا المواطن احتاج على رفع أسعار المحروقات، إحنا ما احتاجينا كأصحاب مدارس خاصة، بالعكس التزمنا نوعا ما الصمت، لأنه إحنا في مرحلة حساسة ومرحلة دقيقة. يعني وحجم الطلاب عندنا حوالي تجاوزنا نصف مليون طالب على مستوى المملكة من حجم طلبة المملكة في المدارس الخاصة، وعندنا حوالي العاملين في المدارس الخاصة، العاملين. معلم ومدير ومشرف ومستخدم وحارس، حوالي 56 إلى 60 ألف موظف يعمل في القطاع التعليمي الخاص. إذا هذا القطاع 60,000 عائلة أضرب بثلاثة بأربعة تحكي على أنت 200,000 300,000 شخص يعتاش من هذه المدارس. وهذه المدارس حقيقة أبواب رزق للناس. صحيح. لاحظ كيف يعني أي خلل تتعرض له المدرسة الخاصة له انعكاسات أو انتكاسات يعني سلبية على الجميع. بما عليها الدولة وعلى الولي الأمر الطالب وعلى الأسرة وعلى كذا. لذلك إحنا تأثرنا بالرفع، يعني في المرة الأولى يوم تم الرفع في منتصف العام الدراسي، يوم رفعنا النسبة البسيطة حوالي 10-15 ثار علينا المجتمع والإعلام كله أنه يا أخي أنتوا تغولتوا أنتوا كذا. الآن في رفع الرواتب بمنتصف العام الدراسي الماضي، كمان بمنتصف العام يعني فيش دراسة للموضوع أصلا في وزارة العمل ولا بأي جهة حكومية أخرى أنها تجلس مع الطرف الآخر اللي هو إحنا نضع أسس لموضوع التعليم وموضوع الزيادات وموضوع المحروقات. ما في الدولة الرئيسية اتخذ قرار وطبق على الجميع، الغالبية يحتجوا نزل للشارع، احنا ما نزلنا للشارع، لا بالعكس اصدرنا بيان وضحنا للأهالي انه احنا مع استقرار العملية التعليم وتركنا الخيال المدرسة الخاصة بالاتفاق مع ولي امر الطالب. القرار قراره الآن في كلف، يعني انا بدي احكي اذا سمحت لي. شو تقصد القرار قراره؟ القرار الآن هو إذا شايف حاله بيدفع مبلغ يعني بتأثر في هذا يبحث عن مدرسة أقل، مش أقل مستوى لا أقل قسطا. طب لماذا لا يكون هناك جهة تقول لهذاك الإدارة هذيك لديك سقف؟ يعني أنا في عندي أرقام حقيقية، في عندي رقم بوصل ل35، وفي عندي مدارس بنفس مستوى المدارس الأخرى وما بدنا نذكر أسماء مدارس رفعت تقريبا 7% أستاذ. يعني شو اللي بيدفعني أنا؟ يعني هل هي حجة لما أقول 35% أو 33% الرقم اللي اختاره؟ يعني المفروض يكون على طول مبني على أسس ولا هي؟ هاي الأسس يعني أي مدرسة خاصة بتتخذ هذا القرار بنسبة 30 إلى 33 إلى 20 لابد أن تضع دراسة فيما لو سئلت أو ناقشناها أو ناقشها المسؤولين تبرز هذه الدراسة حتى يقتنع المسؤول إنه هذه الزيادة محقة أو لا. لكن إحنا عنا اجتهادات دائما اجتهادات ارتجالية يعني بتحصل، خلاص قررنا الزيادة 30% بناء على إيش؟ يعني إذا بدنا نحسب، وأنا لا أعني أي مدرسة خاصة في المملكة، لا أعني أي مدرسة خاصة، إذا أنا عندي 2000 طالب قسط الطالب 2000 دينار بحكي على 4 مليون، أزيده 33 معناته أنا على عندي زيادة فرق 1,200,000. هذا أنا أرى كشخص بحكي أنا وليس كنقيب إنه هذا الأمر مجحف حقيقة مجحف، لكن في النهاية في الوضع الحالي هنالك فرق واضح وفاضح أصبح ما بين الإيرادات والمصاريف. الكلفة ارتفعت في النقل، النقل خاسر عندنا. إحنا الآن على مستوى مدرسة خاصة عندها 100 باص
تكلفة الباص في الزيادة، فرق الزيادة 8 دنانير في اليوم ب 30 240، 240% بتحكي على 2400، بتضرب ب 7 شهور بتحكي على مش أقل 200,000 خسارته. هذا في الباص ما عدا التدفئة، ما عدا التكييف، ما عدا الإطارات، ما عدا الزيوت. إذا في كلف ترتب علينا كلف، لكن آثرنا على أنفسنا وبقينا بقيت توجهاتنا يعني ضمن التوجه العام مع الدولة، حريصين أن لا يكون هناك خلل قد الإمكان. لكن القرار في النهاية قرار ولي الأمر، هذا واحد. وفي بعض المدارس الخاصة عملت اتفاقيات مع أولياء الأمور نتيجة للتجربة الأولى، إنه فيما لو طرأ أي ارتفاع على أسعار المحروقات مستقبلا بده يرفع ولي الأمر. ارفع، انا ما احنا ما حدا ضد الرفع، هلا نسبه الرفع مش بالضبط. انا اللي بقررها ولا اللي انا بوافق عليها ولا اللي انا بعترض عليها. اصدرنا بيان احنا رسمي بالصحف الرأي والغد والدستور والعربي اليوم كل الصحف، انه احنا قلنا نامل ان لا تكون هناك زيادات، نرتب امورنا على بدايه العام الدراسي القادم حتى تتضح الصوره، يعني شو الفروقات، شو الكلف اللي ترتبت علينا، لانه الان كله عم بيرفع تدريجيا في كل ما يدخل في صناعة الباصات، خلينا أحكي أو كلف الباصات. فالوضع حقيقة مؤلم، الآن أصبحنا في موقف حرج. علاوة على ذلك في زيادات بالرواتب ترتب، لأنه اللي أخذ دعم الحكومي في الخاصة ما أخذ، ولا أخذ من المصنع، ولا أخذ من إذا هو بقول لك أنا بدي كمان تحسن وضعي وإلا بتركك. حتى نخفف عن كاهل المواطن، خلينا نخفف من الضريبة والجمارك زي ما تفضلت على المدارس. شو كان جواب الحكومة؟ دكتور خالد طوقان حمل هذا الملف على أساس فينا 25% ما قدر، حمل الملف وراح. الدكتور خالد طوقان كان يعني كان بده يساعدنا ما قدر. دكتور فايز السعودي بوقته اتخذ قرار، انتم بتقولوا انه يعني ما كان لصالح المدارس الخاصة، إغلاء حل المديرية اللي هو إلغاء الحل. لا لا ما. لماذا اتخذ مثل هذا القرار باعتقادك؟ ما بعرف، أنا لغاية اللحظة هاي ما بعرف شو الأسباب، إلا أنه لصالحنا. وين صالحنا؟ دمرنا. روح على المدارس الخاصة، اعمل دراسة ميدانية، كله بيشتكي، كله بيشتكي. هو ما عليه كان يوم من الأيام مدير تعليم الخاص. إذا هو لأنه كان مدير تعليم خاص اتخذ هذا القرار. اتخذ معتقدا إنه هذا لمصلحة الطالب ولا لمصلحة الوطن أحد. هذا ولا لمصلحة المعلم ولا لمصلحة المدرسة. هذا القرار شتت شمل المدارس الخاصة. كيف؟ اعملوا دراسة ميدانية، روح على المدارس الخاصة، أنتوا كمحطة قناة نورمينا شوفوا الواقع. ولا مدرسة خاصة راضي عن هذا القرار، هذا أبدا. القرار مجحف وليس في وقته ولا في محله. يا رجل الدكتور عبد الله نسور هو اللي اوجد المديريه. اوكي، ليش اوجدها؟ نسال. قبل 22 سنه يا استاذ اوجدها مديريه، الناس ترجع لورا بتصير مديريه عامه او تصير وزاره. ترجع اقسام. بس هو القسم حمل مسؤوليه المدارس الخاصه لقسم ثاني. يوم تنقل انت، يوم تنقل 240 مدرسه خاصه على مديريه في ماركه مديريه التربيه والتعليم، تعطي عبء 250 مدرسة، كيف بده يمشي هذا؟ كيف بده يصدق جداول الامتحانات وعلامات؟ هلا لا، هلا الامتحانات الفصل الثاني على في النهاية، تصير الوضع غير شكل، ما في طاقم أصلا فيهم. وبعدين كل مدير له خطة، كل مدير، كل مدراء التربية والتعليم مش ماشيين على سيستم معين ولا على اتجاه معين، كل واحد بنظر على طريقته. سؤال النقابة، هل تستطيع أنها تقول لجاء لمدرسة أنتوا رافعين زيادة تقوى الله؟ بنقدر نقول ليش لا؟ قلتوا لناس؟ لا قلنا للناس. وفي ناس كان بده يرفع وقلنا لهم لا مش وقته، وردوا علينا واستجابوا. واستجابوا علينا. اللي قال اللي ردوا عليكم من العشرة الفايف ستارز؟ لا لا، يعني مدارس كبيرة، يعني فيها 2000 طالب. المدارس بنحكي على 2000 طالب. هذا 2000 طالب معناته عنده 35 إلى 40 باص بده يخسر، بس رد علينا قلنا له الوقت غير مناسب، ما تفتحوا جبهة علينا، لأنه احنا منرقع قاعدين. احنا منرقع ما بدنا نفتح جبهة، لكن في بداية العام الدراسي القادم سيعاد النظر في كل حسابات المدارس الخاصة بناء على الواردات والمصاريف، والا من يعني مش بنسكر، بس بصير شغلنا على الفاضي. في البعض بتهم نقابه اصحاب المدارس الخاصه انها اعلاميا وغير اعلاميا مع انه لما ينجاب شيء المدارس الحكوميه انه الناس تطلع حمله هذا السيروتايب، الفكره انه المدارس الحكوميه شغله سيئه. لا لا مو سيئه، لا مو سيئه، مو سيئه، المضمون سيئه بس مش سيئه. مدارس الحكومية مدارس وأبواب وساحات وأدوار وكذا، بس ما عندهم المعلم اللي يعني يقدر يخدم. أنا بشوفهم يعني أنا في مدرسة اليوم حكومية الطالب مروحين الساعة 10:30، متى وصلوا متى روحوا متى درسوا اليوم وبكرة، تعال هات الكاميرا شوفهم في الشارع. هاي التعليم الحكومي. أما في مدارس الدولة مش مكسرة الدولة،
أما يوم يجي المعلم كان في شغلة وجاي ويعطي هالحصة ربع ساعة ويستأذن أو أنه حق. ليش المعلم عندك في المدرسة الخاصة بقعد للساعتين؟ لأنه مدفوع الأجر، لأنه مصلحتي أن يبقى وإلا بغيره قراري. أما هو بتعين هزيحه. وبالتربية في التربية بيعمل 100 واسطة لتعين، هو بتعين 100 بس تقدر تزيحه؟ تقدر تفصله؟ خلاص خلاص، هذا دخل عندك بضل عندك حتى يتقاعد. شو الناتج تبعه؟ الله، في ناس بيشتغل صح وفي ناس وسط وفي ناس. بقول لك انا السؤال الاخير، الناس اللي رفعوا ل 35% شو بتقدر تحكي للاهالي اللي رفعوا لهم؟ تقول لهم بكل بساطه خذوا اولادكم شوفوا لكم بدل اتصلوا معي. هل هذا جواب يا اخي؟ يا اخي اتصلوا معي. هي انا يبدو الاليه اللي طرحت فيها كانت الاليه يبدو لي يعني غير سليمه من المدارس هاي، من اداره المدرسه. يعني انه هيك المعلومات اللي عندي انه الطلب منهم يدفعوا اللي بده يسجل للسنه الجاي 700 دينار، اظن هيك انت عارف المعلومه. انا قريت بعد ما دفع 700 دينار فتره قالوا صارت القسط زادوه 33%. هلا مش انا المسؤول، انا النظام تبعي واضح، غاياتنا واهدافنا واضحه، هو يعني الدفاع وحمايه وكذا هي غدا. لكن القرار بظل قرار للمدرسه الخاصه. الاهل شو بدك تحكي للاهل؟ القرار للاهل. انا احكي لك قصه للاسف الشديد، معلمي في مدرسه خاصه كبيره ضخمه، هي في مدرسه بتاخذ راتب عالي، واولادها في مدرسه خاصه اخرى كبيره. في المدرسه هاي لو حطت اولادها معها بنفس المستوى المدرستين بتاخذ خصم 50%، هناك بتدفع 100%. ليش هناك؟ لان اولاد اختها هناك او افضل بتشوف. لا مش نفس المستوى، نفس الاقساط. لو ضلوا اولادها عندها في المدرسه بتاخذ 50% خصم، بتوفر عليها 2500 دينار. هي في مدرسه اولاد مدرسه ثانيه. الناس هيك يعني النمط السلوكي تبعها. في ناس بحط طفل لو حطيته على الميزان، على الميزان ما بيصل وزنه 35 كيلو، خلينا احكي لك اياها هاي، عم بدفع عليه 7000 دينار. يا الله، كي جي ون يا رب. ناس معها فلوس بتدور على الافضل، على الخدمه، وفي مدارس متوفر فيها هذا الحكي. انا بشوف الصبح ناس تحت الشتاء لا كي جي 1 ولا كي جي 2، صف اول وصف ثاني وصف رابع شتاء، ولابسين جواكيت وبيمشوا 3 كيلو للمدرسه. والله يعني بلاش ولما اسمع شغله زي هيك يعني بتحز بنفسي وبقول زي المدارس. البعض الدول في دوله مش عارف اي دوله في اوروبا اعلى راتب هو لمعلم المدرسه وللقس رجل الدين تنين. احنا اكثر اثنين وضعهم المالي والحياتي مزري للاسف هو رجل الدين اللي بيقولوا له خادم مسجد، مقعدينه بالتسويه من الرطوبه اكل الجنابه، ومفروض هذا يكون كل موجود رجل دين هذا. والمعلم اللي مفروض يكون فعلا زي ما تفضلت يصير تبع المدرسه الخاصه يعمل 100 واسطه ليروح للتربيه والتعليم، لانه السواد الاعظم تربيه. احنا بنشكرك على بس مداخله بسيطه على جيتك باقل من ثاني، انه هذا الحال الموجود عندنا في الاردن هو موجود في الخليج وفي مصر وفي سوريا وفي لبنان موجود. يعني قطاع التعليم الخاص نفس التفاصيل ونفس القضايا نفس المشكلات، بس بتختلف يعني حسب. في بعض المدارس بيقول التعليم الخاص شكل من اشكال الاستعمار الغير مباشر. يا استاذتي وين بدك تروح كمان؟ في مدارس بتحكي. احنا بنتمنى بهالعجاله اللي اكيد ما فشينا غل اللي بعثوا لنا الرساله انه في عندنا ظلم. يعني انا اللي فهمته من الاستاذ منذر الكو الله رقم واحد، اثنين المدرسة اللي شايفين فيها انه فيها جشع وفيها يعني طمع لكن المخرجات تبعها عالية. مرات بيقول واحد كرمال عيد تكرم مرج عيون، بتحمل اولادك ضنك. لكن برضو انا بحيي مدارسنا التربية والتعليم، مدارس التربية واساتذتنا بالتربية والتعليم، واناشد دولة الرئيس انه فكوكوا من قصة قبل شوي بنحكي احصاءات العامة، ركزوا على المعلم وشوفوا قديش تقدر ترفعوا من راتب المعلم وتحسين وضع المعلم. حتى اجي اقعد يوم الايام انا والاستاذ منذر السوراني يقول لي تواصلت لي لشي مدرسه حطوا اولاد ابني. كل الشكر مره ثانيه لصديقنا العزيز نقيب اصحاب المدارس الخاصه منذر السوراني.